يا مساء الفل وجمال على حضراتكم مشاهدي اون تايم سبورت في كل مكان. يوم جديد من ايام استاد مصر واستكمال لقاءات الجوله الخامسه من بطوله الدوري المصري الممتاز. حتى الان عندنا 5 لقاءات هتلعب اليوم في اليوم الختامي للجوله الخامسه من بطوله دوري. اللقاء اللي هنكون فيه موجودين مع حضراتكم هو لقاء بيراميدز امام ايسترن كومباني، اللقاء الذي يقام في تمام 3 عصرا على استاد الدفاع الجوي. الحقيقة شتان الفارق تماما ما بين الفريقين. فريق بينافس على قمة الدوري وهو فريق بيراميدز بيدخل هذا اللقاء وهو عنده 10 نقاط، رصيده من النقاط في جدول الترتيب حتى الآن ماشي بشكل جيد جدا مع الكابتن إيهاب جلال، 3 انتصارات متتالية، كان قريب جدا من الوصول إلى الانتصار الرابع على التوالي أمام فريق المصري بورسعيدي، ولكن في نهاية اللقاء وتحديدا في الشوط الثاني صحوة مفاجئة للمصري بورسعيد، يعود في النتيجة بعد ما كان متأخرا بهدفين لا شيء، يعود ليتعادل بهدفين لكل فريق وينتهي اللقاء بهذه النتيجة ليخطف المصري بورسعيدي نقطة من 3 نقاط كان قريبا جدا منهم الكابتن إيهاب جلال ولاعبه فريق بيراميدز عشان يحقق الانتصار الرابع على التوالي. لكن بالرغم من تعادل فريق بيراميدز فهو موجود في المركز الثاني، واحد من اهم الفرق المرشحه للوصول لقمه بطوله الدوري المصري الممتاز. حتى الان لسه البطوله طويله ولسه الاسابيع كثيره جدا والعبره دائما وابدا بالخواتيم، ولكن حتى الان بيراميدز بيسير بخطه جيده جدا مع الكابتن ايهاب جلال. على الجانب الاخر ايسترن كومباني الفريق الصاعد حديثا الى بطوله الدوري المصري الممتاز في موقع لا يحسد عليه، في الموقع الأخير وفي المركز الأخير في بطولة الدوري وفي جدول الترتيب، لا يمتلك أي رصيد من النقاط، 4 هزائم متتالية، كان آخرهم الهزيمة الثقيلة جدا أمام فيوتشر ب4 أهداف مقابل هدف وحيد، وكانت هذه المباراة وكان هذا اللقاء هو افتتاحية مشوار الكابتن علاء عبد العال المدير الفني الجديد لفريق إيسترن كومباني، وبالتأكيد ما كانتش أحسن افتتاحية ولا أفضل افتتاحية لمدير فني جديد بيقود فريق في مهمة حتى الآن كل الناس ممكن تكون شايفها شبه مستحيلة. احنا لسه الدوري عليه كتير جدا، لسه الدوري بقيله جولات كتيرة جدا، ولكن الأداء اللي احنا شايفينه من إيسترن كومباني على مدار ال4 جولات السابقة والماضية لا تنبئ بالخير إلا لو بقى فيه صحوة واستعاد لعبه الفريق الدوافع مع الجهاز الفني الجديد بقيادة كابتن علاء عبد العال إن هم يقدروا يعودوا في بطولة الدوري بأداء مختلف وبالتأكيد بنتائج مختلفة. دوافع الفوز موجودة عند الفريقين، فريق بيراميدز عايز يعود ويستعيد نغمة الانتصارات مرة تانية اللي غابت عنه في اللقاء الأخير أمام المصري بورسعيدي واللي انتهى زي ما كنت لسه بقول لحضراتكم بالتعادل الإيجابي 2-2. على الجانب الآخر بالتأكيد الكابتن علاء عبد العال وفريق إيسترن كومباني لا بديل أمامه سوى الفوز أو على أقل تقدير الوصول والحصول على نقطة وحيدة من هذا اللقاء أمام فريق مميز جدا يمتلك كوكبة من النجوم الكبار جدا وهو فريق بيراميدز. لكل هذه الأسباب نتوقع بمشيئة الله لقاء ممتع مليء بالندية مليء بالقوة بين فريقي بيراميدز وإيسترن كومباني.